مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم الشبابي المنوع شباب قول وفعل. هالبرنامج الجميل بموضوعاته وفقراته الجميله واللي يعرض لكم خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت قناه سبورت الرياضيه من الاحد للاربعاء. مساك الله بالخير يا علياء. مساك الله بالنور بدر ومساء الخير على جميع المشاهدين. احب اذكرهم ايضا ان وسائل التواصل معنا يقدرون يتواصلون من خلال السناب اللي هو شباب Q8TV والإنستغرام شباب Q8TV أو إيميل البرنامج يرسلوا لنا على شباب Q8@hotmail.com. أكيد يا علياء، واللي حاب يتواصل معنا مثل ما قالت هيثي علياء عن طريق السوشيال ميديا في إنستغرام، في أيضا نقول السناب، ويتابعنا ويشوف حلقاتنا وشلو اللي تم عرضه. وطبعا بالتأكيد إذا حابين تكونون معنا ونستضيفكم وعندكم إنجازات جميلة ومشرفة، بالعكس تواصلوا معنا عن طريق التواصل الاجتماعي في شباب Q8TV، ونشرف تواجدكم ويانا في شباب قول وفعل. طبعا علياء، احنا دائما قبل كل حلقة شوي ندردش قبل لا نبلش في حلقتنا. اليوم اخترنا موضوع وايد حلو بدر، مثل ما انت قلت اكيد دائما في كل حلقة نحتاج ان نتكلم عن موضوع معين او نركز على مفهوم. في كل حلقة قاعد نذكر مفهوم معين. اليوم موضوع حلقتنا راح يكون عن التخطيط. وايد ناس عندهم صعوبة أن يسوون اللايف بلان أو يخططون لأي شيء في حياتهم. أنت يعني ما أدري، أنا بصفة شخصية أشوف أن التخطيط يحتاج أن أول شيء أسويه أحدد الهدف، وبعدين أخذ نصائح الناس اللي ذوي الخبرة، لأن ما أقدر أخطط شيء وما أكون مستعدة له أو ما أعرف شنو نتائجه. أنت شلون؟ أكيد يا علياء، طبعا في ناس تمشي على البركة، صح. لا شك أن الواحد مطلوب منه أنه يمشي على بركة الله بالتأكيد في حياته، ولكن هناك مطلب أنا أشوفه مثل ما أنت تشوفينه من الجانب الشخصي، أن الواحد يحدد أهداف حياته ويخطط لحياته مضبوط عشان ينسق وقته وينظم حياته أكثر. إذا كان هناك وقت لنفسه، إذا سوى الدائرة ويكتمل فيها الأماكن بأنه يقسم هالدائرة هذه ونعتبرها كأنها ساعة رملية يحط فيها الشغلات أو الأولويات في حياته ويخصص لها وقت معين. الأسرة، العائلة اللي هم الأبناء، العمل، الوظيفة طبعا، الدراسة، أيضا للنفس، لنفسك عليك حق الواحد، هم لازم لنفسه هم تكون هناك اهتمامات أو جزء من الوقت منظم لها. وأيضا بدر يعني كلامك جميل، وأحب أضيف أنه يعني الإنسان حتى لو تعرض إلى فشل في حياته مو معناته أنه يوقف، هو دائما النجاح هو الاستمرارية. يعني الفشل لا يعيقك أنك تكمل المسيرة، لأن التخطيط غيابه هو اللي يؤدي للفشل. إذا عرفنا شلون نخطط عدل راح نكون عندنا آفاق، راح يكون عندنا آفاق للمستقبل ونقدر أن نتحدى أي صعوبة. فاصل راح نشوف فاصل ونطلع وياكم مرة ثانية. رياضة الفروسية ولقاء مع الفارسة أبرار العازمي. فقرة المشغولات مع بدر الفيلشاوي. الفريق الوطني للمناظرات ولقاء مع السيد فهد السبيعي. الفقرة الطبية مع الدكتور فهد المطوع. رجعنا لكم من جديد في شباب قول وفعل، وضيفتنا الأولى اللي نفتخر فيها ونفتخر في كل شابة وشاب كويتي يرفعون دائما اسم دولة الكويت وعلم دولة الكويت في المحافل الدولية والمحلية في إنجازاتهم بالتأكيد. لذلك اليوم ضيفتنا هي بطلة من أبطال رياضة الفروسية، حققت إنجازات جميلة وميداليات ذهبية، الفارسة أبرار العازمي. حياك الله وتشرفينا طبعا بتواجدك ويانا في شباب قول وفعل. الله يحييك، شرف لي وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. يعني أيوة. أنتي بنورتنا أبرار، وسعيدين أن نشوف في بنات يعني قاعد يمارسون هالرياضة اللي هي الفروسية. لكن حابة أسألك بالبداية، أكيد هالسؤال ينطرح عليك دائما، ولكن أنا حابة أن تقولي لنا شنو سبب توجهك لرياضة الفروسية، خاصة أن أنت توجهتي لها مؤخرا، يعني مو من مدة طويلة، صحيح؟ هو حب الخيل، وحب الخيل هو اللي يجمع كل الفرسان وكل محبين الخيل وكل ممارسين هذه الرياضة الجميلة.
فبداية هو حب الخيل هو اللي خلاني أتجه لها. لكن تخوفي يعني أنا ما بديتها بعمر صغير، كان في تخوف أن الأهل ما راح يوافقون على أن أنا أمارس هذه الرياضة. صحيح، جميل. يعني الجميل في الأمر هم أن في ناس تحب الخيل بس ما تحب تركب الخيل. فتلقينا يعني مخرجنا قبل شوي قال لي نقطة مهمة، يعني مخرجنا عنده خيل ولكن ما يحب يركب الخيل، يحب يقتني يهتم فيه يعني، فبس إنه ما يركبه. في بعض الأشخاص يكون عندهم هواية جمال الخيل. حلو. عندهم تكون هواية جمال الخيل اللي يحب إنه يشوف يعني، حتى يعني تلقاهم مثلا يقعدون كل يوم يقعدون، هيكون في تجمع لهواة الخيل. الخيل كل شوي يمر عليهم فرس أو حصان يقعدون يتغزلون في جماله، في رقبته، في عيونه، في ذيله، في جسمه. في أشخاص تحب الخيل لكن تخاف منه، فالخوف يلعب دور كبير في انك تركب او ما تركب، يعني تحب تشوفه معجبه فيه. سبحان الله الخيل مذكور بالقران يعني، ومتفق على يعني الاغلب اذا ما كان الكل يحب هذا المخلوق. يعني صح كلامك ابرار، يعني الرسول وصى لنا صلى الله عليه واله وسلم انه دائما ان نعلم عيالنا بما معناه بالحديث الشريف، ان نعلمهم الرمايه، ركوب الخيل والسباحه، لان مستمره هالرياضات مهما اختلفت الازمنه، لكن فعلا لها أثر بتقوية النفس، تهذيب النفس، تعلم الشخص الاعتماد على النفس بدر، الثقة بالنفس مثل ما تكلمنا، نخطط مستقبلنا من خلال ممارستنا لهالرياضة، لأن تنظم وقتنا، إن إحنا نتقيد بأوقات اللي نفصل ما بين ممارسة الهواية وأداء الوظيفة والحياة الاجتماعية. أكيد، وهذه أبرار طبعاً قاعد نشوف بعض الصور الموجودة شفناها من خلال مشاركاتك في البطولات والإنجازات الرياضية الجميلة المشرفة، لكن يا ريت تسولفينا شوي عن القليل من إنجازاتك. إنجازاتي يعني أكثر إنجازات مذكورة أو أنا يعني انشهرت بالكويت كفارسة بالكويت، فارسة كويتية عليها، هي مشاركاتي في الموروث الشعبي في سباقات القدرة والتحمل خاصة للنساء. حققت لله الحمد مرتين المركز الأول على مستوى جميع المشاركات. البطولة تكون بطولة مقامة في دولة الكويت، لكن مشاركات فيها من الخليج، دول الخليج وأوروبا، من دول كثيرة. بنفس الوقت مثل ما أمارس رياضة قدرة التحمل، أمارس رياضة قفز الحواجز، اللي مشاركات كثيرة في قفز الحواجز. يعني عندنا الموسم يبتدي من شهر، في كل سنة يبتدي من شهر 10 لغاية شهر 4، فكل ويكند إحنا البطولات من كثرها ما نذكر حتى شنو هي البطولات اللي شاركنا فيها. الله يزيد ويبارك. وبنفس الوقت أنا مدربة خيل، يعني أنا الحين تقريبا صار لي سنتين أدرب في روسيا. ما شاء الله. حلو. قلتي إنك شاركتي في وايد بطولات، حابة توضحين للي قاعد يشوفونك الحين وحابين إنه يمارسون هالرياضة أو متخوفين، يعني راح نذكر الأشياء الأخرى هذه، لكن نبي نركز أول شيء تكلمينا عن مشاركاتك والجوائز اللي حصلتي عليها. قلت لك من شوي أنا حققت المركز الأول مرتين، هذه ثاني سنة حققت المركز الأول بالموروث الشعبي في سباقات القدرة والتحمل. شاركت في سباقات قفز الحواجز. قفز الحواجز كان لي مشاركات يعني حققت فيها مراكز ما بين الثاني الثالث السادس الخامس، لأن هي تعتمد يعني منافسة أكبر في سباقات قفز الحواجز. تكون فردية ولا تكونون جماعة؟ فردية، رياضة فردية، لأن أنت عندك تقريبا مدة المسابقة اللي أدش فيها تقريبا دقيقتين، هي بس دقيقتين هذه تحدد مصير الفارس. أنا حضرت وأشوفه يعني أتحمس، بس أنا من اللي شاهدون ما يمارسون الرياضة. إيه، فأي دقيقتين مرات الحظ ما يحالف الفارس، مرات الحصان ما يحالف، مرات أنا يكون أخطاء مني، وبالأغلب تكون أخطاء الفارس. لكن المهم جدا في رياضة الفروسية هو يكون في عندك جواد يساعد هذا الفارس، مهما كان أداء الفارس، لو ما كان في عنده جواد يكمل هذا الأداء فما راح يحقق الأداء المطلوب. حتى الانسجام ما يكون ما بين الفارس وبين حتى فرسة، يعني فالواحد هم مع الممارسة، مع نقول إنه يعطي وقته مع الفرس، مو وقت البطولة أو وقت المسابقة يبي على طول يركب ويمشي، لا بالتأكيد لازم إنه يجاب له. هي تصير على فكرة، أنا هذا السباق اللي فزت فيه المركز الأول أنا ما شفت له حصان إلا بيوم السباق. بس هذا هالشيء صح تشوفين؟ هو مو صحيح، لكن أنا أقول لك شيء، يعني بحكم انشغالي هو الأفضل والأنسب إن أنا يكون حصاني الخاص فيني، إن أنا أدربه أركب فيه، يكون عندي مدرب يشرف علي. لكن بحكم إن أنا أداوم الصبح وأدرب العصر، وقت الركوب اللي أنا يعني عندي وقت جدا بسيط إن أنا أقدر أنا أركب فيه اللياقة، محافظة على لياقتي والخبرة هذه اللي أنا اكتسبتها. لكن لله الحمد الحصان يتبع فريق جدا ممتاز، فريق بطل كل إنجازاته مشهود لها فيها،
فيتم الاستعانة بالفرسان أو الفارسات، وأنا كنت واحدة منهم في أنهم يركبون يشاركون في هذا السباق. الحمد لله حققت مركز أول. متى أقدر أن أنا أشارك بالحصان يوم السباق وأحقق مثل هذا الإنجاز؟ لما يكون الفارس تعود مارس على يعني جرب جميع أنواع الخيل وجرب كل أنواع وأنماط وشخصية الخيل، فأنا لما يكون عندك أنت خبرة مثلاً على جميع الأنواع وطريقة الركوب والباور مثلاً، هذا حصان سريع، هذا حصان هادي، هذا حصان متنرفز، لما تتعود يوم السباق إن أنت دارس الامتحان حق الفاينل خلاص كل شيء مر عليك وعارف. جميل جميل كلامك، يعني وضحت لنا وايد أشياء وذكرتي يعني ما أدري بدل أنا عجبني لما قالت في أنواع، يعني شلون الإنسان يقدر يحدد أو الفارس أو الفارسة يحددون شنو النوعية اللي تناسبها. يعني مثلا أنت قلتي جربت كل أنواع، صحيح، توضح لنا شنو قصدك بالأنواع؟ يعني الخيل الجامح مثلا تروضينا أو الخيل يعني في بعض الاستجاب لك سريع لا هو في بعض الخيل نسميها خيل باردة اللي هي يعني يلا تتحرك، فتحتاج منها فارس يكون يعني طول الوقت يشتغل معها ويشجعها ويحمسها أنها تكمل وتخلص سباق. أنا أفضل هذا النوع من الخيول لأن أنا من النوع اللي دائما أكون مع الحصان. في خيول تكون جدا حساسة وتتأثر بأي مؤثر بأي لمسة بأي حركة تروح سريعة جدا، فأنا ما أفضل هذا النوع من الخيل الأمانة لأنه راح أخليه يطلع بسرعة وايد عالية وأنا راح أتأذى بالنهاية. في خيل تكون تخوافة يعني لما هي شيمها ممكن تشرد أو تنحاش أو توخر من المسار أو توقف في القفص، في خيل ترفس، في خيل تشب تصعد، يعني في أشياء وايد ممكن الله يعينكم اللي مر عليهم وايد من الحوادث هذه الكثيرة، عسى رب إن شاء الله يبعدكم عنها. لكن يمكن قبل شوي سولفت عن شغلة ذكرت الحواجز وانت مشاركة في الحواجز وتشاركين هم في قوة والتحمل، يعني نقول هل تخصصين هم مغايرين لبعض وأيضا الخيول المستخدمة هني أكيد غير عن هني. صحيح، أبي أتكلم عن هالجانب هذا أن الواحد شلون يربط ما بين تخصصين أو أكثر. هي رياضة فروسية أساسياتها واحدة تقريبا، لكن في اختلاف بسيط. أغلب لو تسأل أهل الخيل وأهل الفروسية دائما يقولون لك أن لما تكون تلعب رياضة تخرب مستواك في رياضة ثانية، يعني إذا كنت تخصص صاحب البالين جذاب أو غيره من الأمور هذه اللي تنقال ركز على رياضة واحدة. فحتى لأن طريقة الركوب تختلف، طريقة الخيل نفس نوعية الخيل تختلف، فالاغلب يقول لك انه الاغلب يرفض هذا التصرف، يرفض ان انت تكون تمارس هذه الرياضتين في نفس الوقت. انا كانت لي وجهه نظر مختلفه ولله الحمد الانجازات هي اللي تثبت وجهه نظري في هذا الموضوع. كسرت القاعده. لان انا من وجهه نظري ان لما انا اكتسب الخبره اللي هني راح تساعدني بالخبره في مجال ثاني، ولما اكتسب خبره في مجال ثاني راح تعزز خبرتي في المجال الاول. فبالفعل قوى يعني انا كانت عندي نقاط ضعف تقوت وتغلبت عليها من ناحيه ان انا شاركت في هذه الرياضتين. على سبيل المثال انا كنت في قفز الحواجز في بداياتي كانت الخيل دائما تنحاش مني، ما اخلص السباق ما اقدر اوقفه خلاص ينحاش ما اقدر اوقفه. فتعلمت ان انا امسك الحصان في سباقات القدره والتحمل، لان لو انت خليت الحصان ينحاش منك في بدايه السباق نهايه السباق الحصان تعبان ما راح يكمل معك، فهذا من هالناحيه. بالنسبه حق قفز الحواجز شلون ساعدني بالقدره والتحمل؟ احنا في قفز الحواجز عشان انا اصعد على ارتفاع عالي لازم اتمسك عدل بريدي على الحصان، لان او بهالحاله لو ما تمسكت راح اطيح. فمن شوي قلت لكم ان في خيول تخاف في سباقات القدره والتحمل ناخذ ماي نبرد على الخيل، فاغلب خيول تخاف من الماي لما انا استلم، فايش تسوي؟ تفكر انها تحاول انها تنحاش، فانا لاني اسكر عليها وامسك بريلي، فهذه من الاشياء اللي واجهتها في اخر سباق، وبالفعل كانت خبرتي في قفز الحواجز ساعدتني كثير في هذا السباق وادت ان انا حصلت على هذه النتيجه. يعني أنا أدري أن الفارس دائماً يعني له مواصفات معينة مثل ما قلتي، يعني أكيد الفارس أو الفارسة لازم عنده كواليتي أو مواصفات معينة يتمتع فيها علشان يمارس هالرياضة. ذكري لنا شنو المواصفات، شنو مواصفات الفارس؟ يعني نترك جانب الأخلاق لأن هذا ما يغيب عن أحد، هو ممارسة الرياضة راح تهدد نفسه. لكن بالنسبة يعني أنا بكلمة من وجهة نظري كمدرب، لما أنا أدرب شنو اللي أحرص عليه يكون عندي؟ في ناس تجيني بعمر كبير تبي تتدرب، شنو الأشياء اللي أحرص عليها تكون مهمة عشان أقدر أن أنا أصعدها من ليفل لليفل؟ أنا بالنسبة لي رياضة الفروسية تعتمد على ثلاث نقاط رئيسية. الأولى أن هي الفارس يتعلم شلون يتنفس وهو على ظهر الحصان، لأن في ناس وايد ممكن عندها المهارة تعرف تركب، لكن لما تيجي تركب على الحصان من الخرعة أو الخوف أو التوتر هذا كله يخليه ما يتنفس، لو أنت ما تتنفس ما راح تكون ريلاكس، ما راح تكون مرتاح، فأدائك كله راح يكون سيء.
فاول نقطه ركز عليها ان الفارس لو الرايدر تعلم انه هو شلون يتنفس لما يكون فوق الحصان تحت اي ضغط او تحت اي ظرف، لو الحصان فجاه انهاش، لو الحصان سوى اي حركه، لو في احد تحرك حوالينا. الشغله الثانيه عضلات جسمه، مهما كان الانسان رياضي، يعني هذا احنا نتكلم رياضي، ولو كان الانسان اساسا مو رياضي لما يركب خيل ما يقدر يسيطر على او يكون عنده كنترول على هذا الحصان لو ما كان جسمه قوي بما فيه الكفايه. حتى الانسان الرياضي العضلات الخاصه بالخيل عضلات تختلف عن العضلات اللي هو متعود انه يحركها في الايام العاديه، فيختلف عليه الموضوع. يعني تلقينا مثلا يمارس رياضه السايكلينج، يركبون قواري، بس يركب يتخيل انه يتصور انه هو نفس الشيء لما يركب خيل، بس نهايه تختلف. يمكن انت عندك عضلات بس راح تحس عضلاتك جدا نظيفه لما تركب حصان. فالعضلات الخاصه بالحصان عضلات تختلف عن اي رياضه ثانيه، تحتاج وقت عشان تبني هذه العضلات. الشغله الثالثه بس ان مهاره ركوب الخيل، يتعلم شلون يتصرف، شلون يتعامل مع الخيل. انا جاي بس يعني الرياضه اللي ذكرتيها السايكلينج ما تناسب اللي مثلا يمارسها، ما راح تساعده في ركوب الخيل. ما اقصد انه ما تناسب، لكن مو يعني مو معناته انه ترى تكون قوي حق الخيل. أي. يعني في رياضه معينه لازم يمارسها الفارس علشان يقوي مثلا عضلات ريله او ايده عشان يقدر يسوي كنترول. السباحه جدا مفيده. بنفس الوقت في بعض تمارين ايروبكس، والافضل الايروبكس المائي اللي هي تمارين تكون في الماء، تقوي عضلات الفارس او الرايدر على اساس انها تساعده حق الخيل. شغلات حلوه ومعلومات هم جميله، كنا اكيد نستفيد منها واكثر من ذلك منك طبعا فارستنا وبطلتنا ابرار. لكن الجميل في الامر ان انت ذكرتي قبل شوي ان مدربه انت قاعده تدربين، لكن الشروط او الصفات اللي لازم تكون موجوده في الفارس ما ذكرنا الوزن. هل الوزن، هل هناك شروط مثلا معينه تختص بالوزن او مثلا نقول العمر السن؟ الوزن يعني يكون بالمعقول، يعني هو يعني نسبه وتناسب. انت يبين اذا الشخص كان الوزن اوفر ويت ما راح يقدر يركب خيل، الخيل ما يتحمله. لا ما يتكلم شيء، لكن الاوزان انا اقول في بعض الاحيان الوزن يكون ميزه، الوزن الزايد يكون يعني مرتفع يكون ميزه، وفي بعض الاحيان الوزن الناقص هم يكون ميزه. يعني مثلا في سباقات القدره والتحمل يفضلون الوزن الاقل على اساس انه يكون خفيف على ظهر الحصان يكمل معاه مسافات ثقيله. انا من وجهه نظري اعاني من وزن خفيف في قفز الحواجز، لان في بعض الخيل ما تحس ان في شيء فوقها، ما تحس ان في وزن فتروح بسرعتها. يعني صعب الوزن مرات يساعد انه في القفز، في رياضه قفز الحواجز انه يسوي ثبات للحصان. بالسباقات الجوكي معروف لازم وزنه خفيف. لازم اي 40 واقل. 40 واقل. 40 واقل. يعني هذا ما ياكل. ما ينفع. هذا عنده تمره باليوم وماي. الله يحفظكم. فيعني الاوزان قلت لك ان اذا انت كنت بالرينج الطبيعي فما ياثر تاثير كبير. حلو ممتاز. طيب بالنسبة حق تجربتك في التدريب، هناك فئات مثلا أو نقول الأطفال تدربينهم، شنو الفئات اللي أنت قاعد تدربينها؟ من شباب، شابات، أطفال؟ أنا أدرب من عمر 3 سنين إلى العمر مفتوح. فيتقسم الجنسين؟ الجنسين إيه. فيتقسم عندي نوعين، عندي الكيدز كلاب اللي هو من 3 سنوات إلى 7 سنين، هذا لهم تدريب خاص، تدريب خاص، ومن 7 سنين إلى العمر المفتوح، أي عمر يقدر يبتدي بالفروسية ما يمنع. من 7 سنين وطالع احنا يبلش عندنا ليفل 1، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، يعني مفتوحة إلى تقريبا ليفل 6 أو 7. من 3 إلى 7؟ ما يعتبر ليفل؟ لا هو مو ليفل، أنت بهالعمر الياهل مهما كان ما عنده هذه القوة إنك تخليه بروحه، لكن بهالعمر تحرص إنه هو يحب الخيل، يتعلم الأشياء اللي قلت لك عليها من شوي، إنه يبني عضلاته، يتنفس، ياخذ راحته، ياخذ التمرينات اللي ممكن لازم يسويها مع الخيل. لكن لما يكون الطفل بهذا العمر حجمه صغير فاحنا نضطر نعطيه البوني اللي هو الحصان الصغير. ويمكن اللي وايد ناس خصوصا اللي برا مجال الفروسية ما يعرفونه ان البوني وايد اذكى واشطر من الحصان العادي واخطر. فاحنا ما نقدر نعطي الطفل حصان، لان احنا واحنا كبار مثلا مركب بوني كبير ادري اكون لازم احذره اكثر لان اتوقع منه اي تصرف يعني ممكن يسويه. فما اقدر ان انا اخلي طفل صغير انه هو يكون بروحه بهالعمر يركب بروحه، الا وصارت عندي حالات كثيره اذا كان طفل جدا موهوب وجدا متمكن. في بعض الاشخاص نرفعهم مثلا ليفل 1 اللي هو يروح يكون مع زملائه اللي اكبر من 7 سنين. واللي مثلا ينضم يعني مؤخرا يكون باي ليفل؟ من ليفل 1 نبتدي. حتى لو كان عمره مثلا يعني ليفل 1 عادي اي 7 انا اكون جديده وياهم. اي لا لا اركب الفوني. بالعكس راح تشوفين انه في تاخذين مني من الفوق ما يتحمل. في كثير من الاهالي تلقى لهم يكون عيالهم قاعد يركبون وفجاه تكون حابه الام ان هي تدش مع عيالها.
فيعني عادي راح تشوفين هذا الشيء. أنا من هنا من الأمهات أتشجع دائما. بس أكيد يعني بدر يعني شوقتينا الصراحة أبرار للرياضة، وأكيد المشاهدين اللي قاعد يشوفون إذا حابين ينضمون للنادي أو المركز هذا، أكيد المبتدئ لا تكنيك معين أو خطوات لازم يسويها، نحبنا نعرفها. طبعاً بداية أي شخص حاب إنه ينضم حق هذه الرياضة الجميلة لازم يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة، اللي هي يلبس الخوذة، لازم تكون الخوذة متوفرة، البوت، البنطلون الخاص بالفروسية البريتشز، هذه أول أشياء. أول تمارين في البداية ما يكون هو بروحه على الحصان، يكون في سايس ماسك الحصان، وإحنا طبعاً يعني يكون عيننا عليه على طول ومتابعين معه، فتكون تمارين بسيطة جداً هو يمكن يحس فيها بمجهود لأنه هو جديد على هذه الرياضة. فإنه إحنا نعلمه شنو الأساسيات اللي نسويها، نمشي معه خطوة خطوة. في المرحلة الأولى يكون إنه هو نوصل لمرحلة إنه يكون في عنده كنترول على الحصان، نتحكم على الحصان بروحه. من يبلش إنه هو يتحكم على الحصان بروحه ينتقل حق المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يبتدي ياخذ شلون يمشي بالحصان، التروت اللي هي الهرولة الخيل، يركض بالحصان، الجري. المرحلة الثالثة ليفل 3 هي تكون فيها تمارين بدايات القفز، مو قفز لكن أشياء جدا بسيطة على الأرض، إنه هو يحسب مسافات شوي، يصعد عليها، يعني ندرج بالموضوع. فما راح يكون الموضوع. وهل من شروط مثلا ممارسة هالرياضة إن أنا أقتني الخيل هذا؟ يعني لازم يكون عندي خيل علشان، لأن أنا ما أدري شلون يتعود الخيل اللي قاعد يدربون فيه. مثلا إذا تعود على مبتدئ مثلا أو متدرب شلون قاعد يروح معه كذا؟ ما ادري مو يقولون الخيل صح الخيال الخيال فشلون وايد في خيالين؟ لا، نوادي الفروسيه بالكويت تقريبا هي معظمها توفر سكول هورس اللي هو خيل المدرسه، الخيل الخاص بالمدرسه، وعاده هذا النوع من الخيول ما يكون يعني جدا صعب، يكون يعني يكون درجه بسيطه بحيث انه هو الفارس يتعلم. يعني انا مساء قلت لك ان انا يعني اقدر ادش السباق اول مره اشارك بحصان، لاني مرت علي جدا خيول كثيره. حظ كان ولا انت عرفتي شلون؟ لا، لان انا ما املك خيل للحين، يعني انا حققت هذه الانجازات للحين انا ما عندي خيل. للحين ما عندك خيل؟ للحين انا ما عندي خيل، فقاعده اشارك بخيل المدرسه ان شاء الله الشهر القادم رايحه اخذ الحصان. ان شاء الله موفقه ان شاء الله. فالنوادي توفر لك خيول وممكن تتعلمين عليها، ما يخلونك يعني احنا الفكره ان انا ما اثبت الفارس على حصان واحد، ممكن اثبته لما يخلص مرحله التعلم، يتعلم على كل الانواع بدل يثبت. لكن في البدايه لو بثبته على حصان راح يتعلم بس على هذا الحصان، لما تجيب الحصان راح يخاف او يتوتر او ما يقدر يؤدي مع هذا الحصان، فنبدل لهم والخيل يتوفر. حلو ممتاز. طيب الحين مع هالانجازات هذه كلها ابرار ما عندك للحين خيل ولا كان عندك في السابق؟ انا والله يعني حطيت بالي ان عندك خيلك الخاص فيك. يا بقول لك شو اسمها؟ يا عبالي يعني فعلا يعني انا مش قلت لك لان مثلا في سباقات قفز الحواجز قلت لك الحصان يحتاج الفارس يحتاج حصان يؤدي معه، انا الحين قاعد اشارك بخيول المدرسه فما اقدر احقق هذا. خيول المدرسه وحققت انجازات ما شاء الله عليك. بس حلو تعرفت على كل الانواع مثل ما قالت، اكتسبت الخبره الحين تنتقين إن شاء الله. بانتقاء متقن. اكيد بعد بدري يعني انا هالرياضه دائما احس لها ايجابيات، يعني الفارس مثل ما قالت ابرار له مواصفات معينه غير مثلا المظهر، ايضا الاخلاقيات. اكيد هالرياضه لها فوائد وايجابيات. رياضه الفروسيه نبي نعرف شنو فوائدها وايجابياتها. طبعا هي صحيا، نتكلم عن صحيا اكيد راح تاثر بالفارس. لما نتكلم عن اخلاقيا تعلم في البدايه، هذا المفروض الكل يتعلم عليها، تنظمين وقتك، يعني تصير عندك مسؤوليه كبيره، خلاص تبلش الفارس يكون عنده مسؤوليه، احساس المسؤوليه، لانه ملتزم بحصان بوقت بتدريب. يعني مثلا احنا عندنا الوقت وقت، يعني لما اقول لك التدريب الساعه 7، الساعه 7 تتاخر ما راح تدش اللسن، فراح عليك، فتبي تعتذر تعتذر قبلها بيوم. فهذا الاحساس مسؤوليه والوقت والمساءله هذا يعني غصبا عليه لانه هو حاب الشغله، اللي داش بروسيه اكيد هو حابها، لو مو حابها ما راح يكمل فيها، راح ينسحب منها. فبالبدايه تنظم تنظيم حياته، تخطيطه، احساسه بالمسؤوليه. لو نتكلم عن اشياء ثانيه اللي هو تهذب نفس الفارس من ناحيه المنافسه، من ناحيه مشاركه زملائه، خصوصا مثل يعني قلت لك من شوي احنا قاعد نركب سكول هورس، انا اليوم قاعد اركب حصان، في باكر راح يركب حصان فارس ثاني، ممكن انا اثر عليه، ممكن هو ياثر علي على الحصان نفسه. فيعني هذه الامور شوي تهذب شخصيتي. بس حلو انه في تعاون يعني من الفرسان، انه مثلا يخلون الباج اللي حابين وما عندهم او مو مقتنين الخيل انه يعطونهم مثلا فرسهم انه يمارسون هالرياضه. هو النادي يوفر هذا، النادي يوفر. النادي يوفر. ما تكون ملك لفرسان معين يعني. طيب الانجاز يحقق باسم النادي وللنادي ولا للمشارك نفسه؟
يعني هو الكل مثلا الكل يعرف من أبرع العازمين. طيب. بس لما اشارك في القدره والتحمل انا يعني اشارك باسم الفريق. باسم الفريق باسم اللي الفريق. انت طبعا ملتحقة فيه. بالفعل. طيب. في قفز الحواجز انا اشارك باسم نادي المسيره الفروسيه. فيعني هو انت يعني الكل من عارف باسم هو المشاركه مثلا لما يقول يعرفون بالفارس الفارس أبرع العازمي من نادي المسيره الفروسيه يعني يكون في تعريف كامل. عسى ربي يوفقك ان شاء الله تستاهلين كل خير ومن هالاعلى وبالعكس احنا نفخر فيكم ابنائنا وبناتنا في دوله الكويت في طبعا نقول انجازاتكم الرياضيه المشرفه والكثير من ذلك. طبعا كل الشكر لك على تواجدك ويانا ابرار العازم ان شاء الله نشوفك الموسم القادم ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هم بالموروث لكن بخيلك ان شاء الله نشوف انجاز جديد ان شاء الله باذن الله. خلونا نطلع الحين الفقره الطبيه مع الدكتور فهد المطوع ونرجع مع ضيف فقرتنا الثانيه. السلام عليكم الله يعطيكم العافية. فقرتنا اليوم فقرة المشغولات اليدوية راح نكمل موضوع اللي هو آلة الحرق الخشب أو الرسم بآلة الحرق. بس أحب أنوه في البداية أن آلة الحرق ما عليها غبال شديد بالذات من الأعمار الصغيرة لأنها آلة فيها نسبة خطورة لأن درجة حرارة الآلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. فقرتنا اليوم فقرة المشغولات اليدوية، راح نكمل موضوع اللي هو آلة الحرق الخشب أو الرسم بآلة الحرق. بس أحب أنوه في البداية أن آلة الحرق ما عليها قبال شديد، بالذات من الأعمار الصغيرة، لأنها آلة فيها نسبة خطورة، لأن درجة حرارة الآلة توصل إلى تقريبا 400 درجة سيليزي. فلازم يعني ناخذ حذرنا إذا كان في أطفال موجودين وقت الشغل، لأنه يكون في قطع خشب وايد قابلة للاشتعال، تكون طفاية حريق يعني متوفرة، الطفايات الصغيرة هذه تكون متوفرة قدامنا حق الأمن والسلامة. أكثر الأسئلة اللي تيلي على موضوع الحرق على الخشب هي شلون ننقل التصميم من الورقة أو تصميم عندنا على الخشب. أنا استخدم تقريبا ثلاث طرق، اللي هي الشفاف أو الكربون أو الستانسل. راح أراويكم أنا نموذج من اللي هو تصميم نقلته من الورق إلى الشفاف، اللي هو هذا الصندوق. هذا الصندوق في الزخرفة اللي فوق والزخرفة اللي تحت، هذه هي أساساً كانت على قطعة ورق، وموجودين يعني متوفرين الحين أنها تنطبع. يعني هذه التصاميم هي اللي موجودة تحت، اخترت منهم أنا التصميم اللي يناسب القطعة اللي عندي، وعن طريق ورق شفاف شفيتها وحطيتها. هذه نقطة بعد حق اللي يقولون احنا ما نعرف نرسم، ولا ما عندنا خبرة بالرسم والأمور هذه. فن الحرق على الخشب فن جدا سهل، لأنه تقدر تستعمل فيه انت إذا كنت خطاط أو رسام، تستخدم فنك أو تستخدم فيه الستانسل أو الكربون. فنفس ما قلت لكم، ننقل التصميم ونحطه على القطعة. آلة الحرق على الخشب هي تعتمد على شغلتين مهمتين، اللي هي قوة الضغط الآلة على الخشبة نفسها والسرعة. كل ما سرعنا إيدنا على القطعة راح تعطينا درجات خفيفة، نفس ما راح أراويكم الحين. يعني مثلا إذا أنا أبي لون غامج أو حرق غامج، أخلي الآلة فترة طويلة فتعطيني الدرجة الغامجة. لكن إذا أبي درجات، أبدأ أسرع الآلة فتعطيني اللي هي درجات فاتحة تصير. بالضبط كأنه استخدام قلم رصاص أو اللون، لكن نخلي ببالنا أن إذا نسينا الآلة فترة طويلة راح تنحرق، وصعب أنها تمسح لنا، راح تنحرق القطعة. فيبيلها ممارسة وتدريب حتى الواحد يتقن إن شلون يدرج درجات الحرق على القطعة، نفس ما احنا قاعدين نشوف الحين. التدريب طبعا تقريبا يشابه تدريب اللي هو فن الرسم بالرصاص او الفحم.
نفس ما قلت لكم لازم ندير بالنا واحنا نشتغل، لان الواحد اذا اندمج بالذات الفنانين لما يندمج بشغله ينسى انه قاعد يتعامل مع اله حرق، فممكن يلمسها بايده او يحطها على الورق او القطع اللي حواليه. كذلك انا بالنسبه حق الخط وايد قاعد يسالوني انت خطاط او انت، انا صراحه ماني خطاط، لكن نفس ما قلت لكم استخدم الورق الشفاف والكربون باني انقل الخطوط اللي انا ابيها. فن جدا حلو وسهل وممتع وله استخدامات كثيره، وان شاء الله في الفقرات القادمه راح اراويكم يعني نماين اكثر من استخدامات الحلقة الخشب. الله يعطيكم العافيه. مستمرين معكم مشاهدينا في شباب قول وفعل. عندنا الحين راح نستضيف او معنا في الاستوديو مشرفنا الاستاذ فهد السبيعي اللي هو رئيس الفريق الوطني للمناظرات. يا هلا ومرحبا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. حياك الله ونشرف فيك تواجدك ويانا في شباب قول وفعل يا فهد. يا هلا والله فيكم. الله يسلمك. بس في البدايه يعني مثل ما قالت علياء، انت في طبعا رئيس فريق المناظرات، خلينا نتكلم شوي عن هالفريق وبعدها ان شاء الله راح نتعمق اكثر في الموضوع. حلو، يعطيكم العافيه وشي على الاستضافه هذه. الله يعافيك. في البدايه الفريق الوطني جت فكرته يمكن بعد يعني سلسله من البطولات اللي سوتها مؤسسات التعليم العالي كذلك وزاره التربيه. صار في اكثر من بطوله للمناظرات، وصار عندنا مجموعه من الشباب اللي دخلوا هذه البطولات اللي شاركوا واللي كان لهم دور وحبوا الفكره، ويمكن بعضهم تخرج من المؤسسه سواء جامعه الكويت او من التطبيقي وحاب يستمر في الموضوع. وكذلك جت الفكره لان الموضوع بدا يكبر شوي، يعني قبل كانت البطولات صغيره كانت تشمل مجموعه قليله من الفرق، اليوم صارت بطولات كبيره، صارت مؤسسات التعليم العالي صعب انها يعني مثل ما تقول تنظم مثل هذه البطولات. فاحنا مجموعه من الشباب والبنات تجمعنا وكوننا مثل هذا الفريق اللي هدفه يعني او الفكره من اعداده ان احنا نساعد هذه المؤسسات ونستمر في مجال المناظرات وننشرها في المجتمع. ممتاز. كم عددكم تقريبا؟ يعني احنا يعني لليوم في اشخاص، يعني انا جايكم الاستديو كان عندنا ورش قاعد نقدمها وعندنا مجموعه من الشباب قاعد يدخلون، يعني احنا تقريبا في حدود 30 شخص. ما شاء الله. عدد ما هو هين يعني عدد كبير. حلو حلو. نعم. يعني تسمحون اذا صار 32؟ لان انا بدر قاعد افكر ان ننضم. يعني هل في شروط الانضمام انه يكون طالب جامعي ولا اذا موظف يجمع ما بين، يعني حابين نعرف. اي احنا اللي هو الفريق تطوعي، يعني فريق مفتوح للكل، ولكن بدايته كان اغلب الشباب قلنا مثل اللي تخرجوا واللي حابين يستمروا في المجال، ولكن بعد فتره اكتشفنا ان في مجموعه داخل الجامعه يعني حابين ان يكون لهم مثلا نشاط غير الانشطه اللي تقوم فيها عماده شؤون الطلبه. بعدين اليوم يعني لليوم احنا كان عندنا مجموعه كذلك من طلبه المدارس اللي كذلك يعني شاركوا في بطولات سواء محليه او خارجيه وكان لهم يعني انجازات، ودخلوا معانا نوع من المسانده وانهم يستمرون ويحاولون يعني مثل ما نقول يطورون نفسهم في هذا المجال. فهو يعني نوعا ما مفتوح للكل، يعني ما عندنا عمر محدد، ولكن كل نشاط له مجموعه فئه معينه. يعني احنا صعب ان مثلا طلبه المدارس ندخلهم داخل الجامعات يعني كمشاركين، يمكن يكون كمنظمين او مساعدين يعني. مناسب صح. ايوه بهالطريقه. لاحظتوا ان في اقبال يعني من سواء خاصه طلبه المدارس، يعني انتم قاعد تهيئونهم ان يكونوا مناظرين المستقبل، فابي اعرف يعني في اقبال قاعد يعني تشوف فيه، يعني تفاجئتوا ان في ناس متحدثين؟ يعني يمكن هي الفكره من احد الامور الاساسيه للفكره ان اغلبنا يعني احنا يمكن اغلب اللي موجودين من شباب وبنات شاركوا باكثر من نشاط، ولكن هذا النشاط بالذات كان لهم يعني مثل ما تقولين حبوا انهم يستمرون فيه، وهذا الشيء الحلو في الموضوع. يعني احنا عندنا طلبه المدارس اللي شارك السنه هذه او اللي شارك العام الماضي ولا اللي قبله كلهم لا زالوا مستمرين معانا. في المقابل هذول اصلا نفسهم الطلبه مشاركين في انشطه مختلفه يمكن ما استمروا فيها،
ولكن لان نشاط المناظرات قاعد يلامس شخصيتهم، قاعد يلامس مهاراتهم كمهارات سواء قياديه كمهارات شخصيه لهم في التعاطي مع قضايا المجتمع، في التعاطي حتى كذلك في يعني في المستقبل في حياتهم سواء التعليميه او المهنيه يعني. ممتاز. خلينا نتكلم شوي عن ملتقى المناظرات اللي راح يكون طبعا في شهر سبتمبر القادم، نتكلم عن استعداداتكم حقه. يمكن جت هذه الفكره من فكره الملتقى. احنا يمكن في السنوات الماضيه كنا نحرص ان احنا نسوي ورشه بدايه السنه، وهذه الورشه يعني نختار مهاره من المهارات سواء في مهاره التدريب او التحكيم، يعني نختار مهاره ونحاول نحرص ان يعني نتواصل مع مركز مناظرات قطر اللي هو نوعا ما المصدر او المرجع في هذا المجال خاصه في اللغه العربيه، فنحاول يعني نتعاون معهم ويحضرون لنا مدرب ويقدم لنا هذه الورشه. ولكن بهالسنه هذه يعني كانت الفكره نوعا ما مختلفه، حبينا ان الموضوع يكبر اكبر. يعني في السابق كنا ورشه وكان العدد يزيد وما عندنا مقاعد، ويعني نحتار من الاشخاص اللي يدخلون واللي من سبق لبق بهالطريقه هذه. ولكن في هذا العام ان شاء الله احنا ناويين يعني ان شاء الله في شهر 9 ان تكون يعني الفرصه متاحه للجميع. راح يكون ملتقى كامل، الملتقى هذا فيه تقريبا 10 ورش راح تكون لمدة 5 أيام في الصباح وكذلك في الفترة المسائية، بحيث إنه يعني مثل ما تقول إنه صعب إنه يكون في شخص يعني ما يناسب ظروفه ما راح يقدر يحضر. أيوة. فقط للطلبة ولا؟ لا لكل يعني كل الفئات. يعني نتكلم اليوم مثلا عندنا ورشة يعني هي تدريبية أو ورشة كيف تقوم بعمل بطولة مناظرات محلية داخل المؤسسات التعليمية، فإحنا راح نروح حق الجامعات الخاصة والجامعات كذلك الحكومية ونطلب منهم أي شخص حاب أنه هو يقوم بهذه البطولة يحضر هذه الورشة، كيف تعد فريق لبطولة، ورش مختصة في التحكيم، ورش مختصة كذلك للطلاب المتناظرين سواء المتقدمين أو الطلاب اللي هم المتوسطين في المستوى. أستاذ فهد، شنو هدف الفريق الوطني للمناظرات؟ اليوم هو الهدف ان احنا كلنا شاركنا في هذا ودخلنا بوابة هذه المناظرات، كانت يعني كنا اليوم طلبة جامعة، يوم من الايام كنا طلبة جامعة ودخلنا هذا المجال. اكتشفنا ان هذه فرصة ان هذا المجال جدا يعني واسع ومفيد ولا اثر سواء علينا كافراد كذلك على المجتمع، لانه هو احنا اذا يعني غيرنا مجموعه من الافراد بالضروره راح يتغير يعني راح ياثر على المجتمع. فكان هدفنا احنا كمجموعه ان هذه التجربه وان احنا ما نكون اشخاص انانيين، احنا والله مثلنا الكويت خارج يعني في محافل دوليه او شيء، ان ما تكون هذه التجربه خاصه فينا فقط. فكان الهدف الاساسي نشر هذه الثقافه اللي هي ثقافه المناظرات من خلال المهارات اللي هي تحتويها هذه يعني مثل ما نقول احنا هذا المجال او هذا العلم. حلو. فهد، شو اللي خلاكم تختارون ان انتم تسوون مثلا فريق للمناظرات؟ شنو السبب وراء هالشيء؟ مثل ما قلت لك انا في البدايه اللي هي فكره ان هذه التجربه تجربه جدا جميله ولها اثر على المجتمع. في السابق يمكن كنا احنا نحرص ان احنا تكون الفعاليات وايد مرتبطه في المؤسسات التعليميه، يعني احنا حريصين ان طلبه وزاره التربيه من طلبه مدارس او جامعه الكويت كطلاب اللي هم خلينا نقول احنا تعليم عالي ان نحرص انهم يكون لهم يعني مثل ما نقول احنا نحرص انهم يدخلون هذا المجال. ولكن اكتشفنا ان هذا المجال مو محصور على المؤسسات التعليميه، فحاولنا ان احنا نخرج من دائره المؤسسات التعليميه ان احنا نوفر ورش خارج المؤسسات التعليميه بالتعاون مع المؤسسات، ولكن مو بالضروره اللي يحضر هذه الورشه هو شخص يعني طالب. له علاقه سواء في مؤسسه كونه طالب او موظف او استاذ، يعني احنا نقدر يكون في شخص خارجي حب الموضوع سمع عنه يقدر يحضر لي ورشه وبعدها نقدر احنا نستفيد منه في الفعاليات اللي سواء داخل المؤسسات او خارجها. حلو. فصار يعني فكره الفريق هذا هو ان احنا نخرج المناظرات هذه من المؤسسات ونعطيها لجميع افراد المجتمع. تقسمونها طبعا لافراد المجتمع. طيب شنو المردود؟ اكيد الناس تقول والله فهد وفريقه يوم يا سوى الفريق اكيد بباله مردود، شو اللي مستفيد هو؟ الفائده الاساسيه يعني احنا خلينا نقول احنا اليوم الامور مو كلها بالضروره تكون ماديه. اليوم انت لما تشوف اثر هذا يعني هذا العمل على مجموعه من الافراد هذا بحد ذاته كافي، واليوم الافراد نفسهم قاعد يشوفون هذا الموضوع. يعني احنا اليوم نتكلم يعني احنا نشارك صار لنا سنوات مع موضوع المناظرات،
تقريبا 6 سنوات احنا مهتمين في هذه الفكره، ولكن لو نلاحظ ان في اخر 3 سنوات بسبب الاهتمام الاكبر صار عندنا مراكز حققناها مع سواء وزاره التربيه مع جامعه الكويت، صار في مثل ما اقول هذا اثر او نتاج هذه سواء الورش او الفعاليات او الدورات اللي احنا قاعد نحرص عليها. جميل. ونبي نعرف شنو المهارات اللي انتم قاعد تقدمونها للمشاركين في الفريق، يعني شنو اللي اكتسبونه؟ حلو، احنا اول شيء خلينا نعرف شنو فكره المناظرات يعني بالضبط. المناظرات يمكن كلمه دارجه في المجتمع، انت يعني تسمع كلمه مناظره ما اعتقد انها اول مره تمر عليكم. مناظره بين شخص وشخص يمكن يتبادلون وجهتين النظر ويتم بالنهايه هي مناظرة حل أم لا. أنا أحسها مناظرة، يعني أحب أن يختلف مفهومها عن المجادلة. المناظرة لازم يكون في فكرة يبون يوصلونها الطرفين أو هدف. حلو. واللي هي بالإنجليزي debates، وتصير دائما ما بين السياسيين ما بين الأشخاص اللي في مراكز، يعني حتى لو كانت حتى من ناحية التعليمية يصير في debates أن الهدف فكرة تطلع وليس. حلو. هذه المناظره هذه المناظره بالمفهوم العام. احنا داخل فكره المناظرات نطرحها بمفهوم تعليمي اكثر. اليوم انت يمكن ذكرتي يعني وانت قاعد تتكلمين عن فكره المناظرات قلت يمكن السياسيين او اقتصاديين او على حسب المجال. اليوم لو عندنا موضوع رياضي يمكن نستضيف اشخاص رياضيين يتكلمون حول موضوع محدد وكل واحد يطرح وجهه نظره، ولكن احنا في مجال المناظرات التعليميه ما نستضيف اشخاص متخصصين. اللي راح يتكلمون هم طلاب اصلا، لأن تبون يكتسبون هالمهارة. الطالب شنو الفائدة يتكلم في موضوع هو مو متخصص فيه؟ لأن الهدف من وراء هذه المناظرة مو الفكرة الأخيرة اللي راح توصل، لأن الطالب أصلاً قاعد يتناظر وهو ما يعبر عن وجهة نظره الأصلية. يعني يمكن الموضوع اللي قاعد يتناظر فيه هو إما يمكن ما له أي علاقة فيه أو يمكن هو قاعد يتبنى موقف، ولكن الهدف إنه يتعلم المناظرة. هذا هو، هو شنو راح يتعلم من وراء هذه الممارسة؟ راح يتعلم عدة مهارات. رقم واحد، احنا عندنا مثلا خلينا نتكلم في مجال سواء في البيئة التعليمية أو في بيئة المؤسسات التعليمية سواء قلنا وزارة التربية أو خارج وزارة التربية، هذه اللي راح يتعلم الطالب شلون يستخدم المعرفة اللي هو اكتسبها سواء في المدارس قلنا أو خارج إطار المدارس في الكتب، وشلون يقدر يوظفها في قضايا اللي احنا نطرحها. اللي احنا عادة ما نطرح قضايا إما تخص الطالب كونه يعني طالب في هذه المؤسسات او كونه فرد في هذا المجتمع، وشلون يقدر يطرح ويعني مثل ما نقول احنا يناقش قضايا مجتمعه. كذلك راح يمارس اهم مهارات عندنا التعليم، ولا هي مهاره التحليل، مهاره النقد، مهاره التفكير، شلون الطالب يقدر يستوعب هذا الموقف، شلون يقدر يفكر بالطرف الاخر. اليوم احنا عندنا يمكن كلنا ندري ان اليوم احنا نعيش في مجتمع يعني مثل ما نقول يعني يعاني من بعض الاختلافات في وجهات النظر، يعاني في بعض الاختلافات في حتى في خلينا نقول احنا الافكار اللي هو ينتمي لها او يؤمن بها. هذه الافكار انا شلون اقدر اخلي الطالب يتقبلها الا اذا انا خليته اخذه من الطرف اللي هو مؤمن فيه، احطه في موقف هو يمكن ما يؤمن فيه ويروح يشوف الزاويه اللي هو قبل ما كان يشوفها. فراح يولد عندنا مجتمع اكثر خلينا نقول احنا تقبل للاخر، عندنا مجتمع عنده القدره انه هو يتعاطى مع قضايا المجتمع، يتقبل اختلاف غيره. بالفعل يعني هذا شيء جدا ملحوظ اصلا من خلال السنوات اللي طافت. يعني فوق هذا كله هم الثقه بالنفس، يعزز الثقه بالنفس عنده، هذا هو قادر يتكلم قدام. لو تحطه قدام 100 شخص راح يتكلم، يعني فمو اي شخص عنده يمكن هذا. عندنا يمكن مجموعه من الطلاب يمكن كنتوا لما كنتوا طلبه مدارس يمكن شنو الفرصه اللي سمحت انك توقف وتتكلم؟ يمكن ما سمحت لك الا انت طالب في الجامعه او انت قاعد تقدم مثلا ورقه بحثيه في الجامعه او شيء. اليوم احنا عندنا طلاب في المرحله المتوسطه اصلا يوقف قدام مجموعه ويوقف قدام يعني جماهير ويمثل الكويت في مؤسسه ويوقف ويتكلم. فهذه الثقه او هذه الفرصه اعتقد يعني يمكن احنا ما حصلنا يعني حصلت لنا وقاعد نوفرها ونقدمها للطلبه. اول بالصحف كنا اذكر علياء كنا بالمدارس المتوسط وغيره كنا نقول نشره الاخبار الصبح بالاذاعه خلونا نقول قرار فصل يعني مستانسه. انا يعني حبيت حتى بدر لما ذكر لنا استاذ فهد ان شاركوا الطلبه في خلينا نقول مسابقات بطولات. ولا بطولات كانت محليه صحيح؟ عندنا بطولات محليه وعندنا بطولات خارجيه. الخارجيه زين، حابين نعرف شنو مشاركاتهم وشنو ابرز الانشطه اللي سويتوها؟ احنا عندنا يعني في خلينا نقول نتكلم عن مجال المدارس وبعدها نروح حق الجامعات. في المدارس عندنا بطوله تصير سنويه على مستوى الكويت،
هذه البطولة تكون تحت إدارة الأنشطة يعني ورعاية الأستاذ فيصل مقصيد والوكيل المساعد للأنشطة التربوية، وهو الداعم الأول لنا في يعني في هذا المجال، وقدمنا احنا بطولات على مستوى كل مدارس الكويت سواء التعليم الخاص والتعليم العام وكذلك التعليم يعني النوعي حتى سواء الديني أو غيره، دخلناهم كلهم في هذا المجال، حاولوا يقدمون الطلاب، عندنا أفضل طلاب اللي اخترناهم مثلوا الكويت في البطولات الخارجية في كل سنة تقريبا، وترك يعني كل سنتين يكون في بطولة يعني اللغة العربية تجمع جميع دول العالم وتكون يعني على مستوى عالي، يعني هذه كانت في السنة طافت أو في هذا العام في شهر 4 اللي طاف، والكويت شاركت في هذه البطولة. من شلون شاركوا؟ خذينا أفضل طلاب اللي هما فازوا في المسابقات المحلية. كان طالب أتذكر حطه وإنه يعني نشر ما أقطع كلامك إيه؟ بس لأن ذكرت في طلبة شاركوا مسابقة في اللغة العربية، هي نفسها اللي يعني أنتم اللي كانت في البطولة منكم اللي فاز الطالب حتى المركز الأول على مستوى الدول العربية. إيه الطلبة اللي عندنا اللي هم شاركوا كفريق حصلوا على أفضل متحدث من عندنا، كانت طالبة ريان الرفاعي، وأفضل ثاني متحدث على مستوى العالم عندنا الطالب عبد الله العنيسي، وكذلك عندنا الطالب اللي هو عيسى عبد الكريم أو أحمد عبد الكريم هم حصل على أفضل سابع متحدث، وكذلك كان عندهم معهم الطالبة رغد كانت اللي هي تساعدهم وكانت مشرفة على الفريق. هذا الفريق كله كان من يعني الإنجاز هذا حققه بسبب تدريبهم المستمر، بسبب البطولات المحلية، بسبب اهتمام كذلك الوزارة بهذا النشاط، وكذلك في الجامعات نفس الطريقة تكون في بطولات محلية ويختارون أفضل طلاب يمثلون سواء المؤسسة التعليمية أو يمثلون الدولة خارج يعني يعني الكويت. أنا بس حابة أعرف يعني ما مو بالضرورة أن يكون التحصيل العلمي يتوافق أو يكون نسبة عالية مع المتحدث اللي يعني عنده طلاقة لغوية، يعني ما فيها الشروط التجهيزية يعني النسبة ولا إيه هذا كان في السابق يعني في فرق ما بين الطالب المتحدث المناظر والطالب المجتهد بالدراسة وشيء ولكن ما عنده المقدرة أو هل طلاقة، فما تحددون شروط يعني من هالناحية صحيح؟ في السابق لما كان يعني كان النشاط يروح حق وزارة التربية كان أغلب الأشخاص مثلا في وزارة يمكن ما عندهم خلفية عن الموضوع، فعادة من يختارون حق الأنشطة يختارون الطلاب مثل ما ذكرت أي الأستاذة أنه يختارون الطلاب الشطار يلا تعالوا وانتم مثلونا مثل ما هو يختار حق مسابقة الكيمياء والفيزياء وهذا نختاره، ولكن بعد ما صار في انتشار للفكرة وصار معرفة عندنا طلاب يشاركون أصلا مو متفوقين في المدارس وشيء جدا طبيعي، وعادة أصلا الطلاب اللي يقعدون في خلف الصف اللي هم اللي معاجبهم شيء يمكن هذيل اكثر طلاب عندنا اللي هم عندهم القدره على التناظر ممكن بس مشكلتهم عندهم مواهب ولكن مو مهتمين بالدراسه، وهذا يعني شيء انا ما شجعه، احب ان الطالب دائما يكون مواظب بدراسته، ولكن ما يمنع ان انت وايضا قاعد يعني ما شاء الله عليكم قاعد تكتشفون المواهب وقاعد تشجعونهم انه بدال ما يكون طالب قاعد ورا وقاعد يسوي فوضى، هالفوضى يعني شكلته وقلته في امر ايجابي انه يكون بالفعل مناظر جيد ويكتشفون مواهب. أكيد بالتأكيد عليا، لكن الحلو بالأمر أن هل مر عليك فهد كونك أنت رئيس فريق المناظرات الوطني مر عليك أكيد أحد من دخل كان مستوى جدا مثلا خجول ما كان عنده ثقة بالنفس يعني أو التحق فيكم، شلون كانت التغيرات هذه وش كثر خذ يعني من وقت أن هذا الشخص مثلا قدر أنه يواجه مخاوفه ويتغلب عليها ويدخل طبعا وياكم الفريق ويشارك في البطولات؟ اليوم احنا نتكلم عن يعني المثال اللي ذكرته ان هل عندنا طالب سوى هالشيء، هذا اصلا الشيء الطبيعي عندنا، يعني احنا من اول ايام نعطيهم ورش ونقدمهم نقول له يلا اوقف تعال تكلم، مثلا في بطوله العالم يتكلم طالب الجامعه تقريبا 7 دقائق حق كل طالب، وفي بطوله المدارس تقريبا 6 دقائق، الطالب يوقف قدامنا ما يكمل دقيقه الا قعد رجع قعد، فهو خلاص يقول انا ما انفع اني اروح يعني انا دقيقه ما كملت، فاحنا نبين له ان احنا كلنا يوم كنا طلبه مثلك كنا اول مشاركه كنا كذي دقيقه ويلا، لما مع التدريب مع الايام مع لما ياخذ ثقته اصلا يروح هناك الجرس يطق والرئيس الجلسه يقول له خلاص انزل وهو للحين ما خلص الكلام اللي عنده، ومرات يقول الاستاذ الوقت ما كفاني اني اقول كل الافكار اللي عندي، هذا التغيير بحد ذاته يعني هو ملحوظ يعني حتى ما يحتاج انه مرات الطالب، وانا عاده يعني حتى يعني سواء عندنا في النادي اللي ندربهم يعني ندربهم سواء في نادي مناظرات المدارس او في الجامعه حتى مرات احاول اني اصوره في اول يوم يعني عندي عشان تصويرهم اشوف الفرق اي، وبعد فتره بعد التدريب لو يطالع هو تصويره ينصدم يقول شوف مو هذا وهذا مو انا هذا شخص اخر، يمكن يعني على قولتهم مثل الفكره اللي ذكرتها احنا عندنا حين تعاون
في الفترة الحالية يعني خلال الأسابيع اللي طافت ومستمرين لنهاية هذا الأسبوع مع معهد الأبحاث جهات علمية تعليمية. معهد الأبحاث عندهم دورة تصير صيفية للطلاب أتوقع يعني مشاركة فيها وأنا طالبة. الحين وصلوا تقريبا الدورة 41. جميل. هذه الدفعة 41 صار عندهم تجربة جديدة، صار عندهم كلاس مناظرات أسبوعي. جميل. وحبينا أن احنا نبين لهم أن هذا الطالب المخترع، الطالب اللي هو العلمي، وهو طالب كذلك حريص على هذا الشيء، وهذول الطلبة لو يكفون يقدر يتكلم دقيقة، وأنا أدري لو يستمر الموضوع معهم راح يقدرون يوصلون. راح يعطي وهالشيء أكيد ما يا من فراغ يا من الممارسة، والواحد يتعب على نفسه. كل الشكر لك أستاذ فهد السبيعي رئيس فريق الوطني للمناظرات على تواجدك ويانا في طبعا شباب قول وفعل، وإن شاء الله نشوف تحققون في البطولات القادمة مراكز كبيرة. طبعا مشاهدينا بكذي وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا، كنا معاكم في ساعة كاملة مع المبدعين في إنجازاتهم وطبعا في مجالاتهم. يعني بدر استمتعنا أن نشوف أن نجمع ما بين المتحدث الجيد والمبادر المخترع المبتكر، يعني اندماجهم مع بعض، هذا نشكر أستاذ فهد عليه. وحلقتنا كذي مثل ما قال زميلي وصلت للنهاية، باكر راح نلقاكم في نفس الموعد على أمل أن نشوف إبداع وفكرة ومبادرة جديدة في شباب قوموا. حياكم الله، وطبعا اللي حاب يتواصل معنا في السوشيال ميديا على طريق الانستغرام وعن طريق أيضا السناب شات شباب كيو اي تي في، نشوفكم على خير، في أمان الله.